بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ده الجزء الثاني من الجوله في واو فايف. جوله واو فايف اللي هو كل شيء 5 ريال 75 هلله. المحل ده ناس كتير ناس سالتني على مكانه، هو مكانه في حي العوالي بعد مستشفى الزهره. لما تروح اكتب على الجي بي اس مستشفى الزهرة، وهناك من هناك تكتبي كمان واو فايف هتوصلي له. هو سهل جدا. هنا اول في اول المحل كده تدخلي في حاجات زي اللي هي الديكورات وهدايا، وممكن تنفع هدايا دباديب كذا حاجة فيها، زي ديكورات زينة للبيت كده، زي هو قماش كتان كده مكتوب عليه آيات قرآنية، مكتوب عليه الفاتحة، الموازتين، سورة الإخلاص، حاجات شكلها جميل جدا ب5 ريال 75 هللة. كنت عليها كده في كورنر أو في ريسبشن، يعني زي ما تحبي. وفي كمان فاتحين في قسم للمواد الغذائية حلو جدا. المكرونة دي مكرونة ال4 حبات ب5 ريال، كل الأنواع المقصوصة والاسباجيتي والشعرية، في منها كله، في لسان العصفور، في كذا نوع من انواع المكرونة، فيه على 5 ريال 75 هللة. كل الانواع دي 4 حبات ب5 ريال. مكرونة زادي دي برضو في منها لسان عصفور وشعرية اسباجيتي، في حاجات كتيرة في المواد الغذائية دي اسعارها حلوة، ويعني منتجات حلوة، يعني ولا هي منتجات صلاحية ولا هي مش اللي هي مخفضة. هنا مكرونة، وفي كمان تونة، وفي حاجات كتيرة، في تونة، وفي زيت، كان في زيت 4 حبة ب5 ريال، زيت للآلية، وممكن تستخدميه في الطبخ لو انت حابة. في كمان ايه، في ساعات اهي على 5 ريال، ساعة حائط، في حاجات زي علب كده، علب هدايا، في اقسام كتيرة جدا 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 في المحل ده. صراحة شفت فيه غير الشعرية دي كويسة برضه، انا جربتها كويسة جدا، شعرية الرز مش بتتعجن وحلوة، اول بتتحمر معاك على طول. في شاي ب5 ريال، وفي مرقة دجاج، وفي اللي هو حمض الليمون ده، وفي كاتشب، وفي شطة، وفي صلصة. انا ما اظن الشطة دي 2 ب5 ريال او 3 ب5 ريال. وفي مايونيز برضو الحبة ب5 ريال، في خل ال4 ب5 ريال، وفي اللي هي القشطة المعلبة دي 3 حبة ب5 ريال، وفي تونة، وفي فول وبسلة. التونة هنا العلب الصغيرة دي انا اظن مش عارفة، مش فاكرة والله، 2 ب5 ولا 3. الملح ال5 حبة ب5 ريال. ملح برضو، لو انت ممكن تغسلي بيه دجاج، تغسلي بيه فراخ، تجيبي الحاجات كده، ايه حاجات مش هتحطيها على اكل، حاجات تانية خارجية. وفي فاصوليا اللي هي المعلبة دي 3 حبة ب5 ريال، وفي بسلة معلبة، وفي فول برضو، الفول 3 حبة ب5 ريال، وفي الحليب المبخر والحليب المكثف. التونة ال2 حبة ب5 ريال، بس علبة صغيرة. وفي قسم تاني شوكولاتات وشيبسيات وحاجات، في برضو لا حليب المكثف والمحلى، وفي سردين 3 حبة ب5 ريال سردين، وفي برضو هنا تونة، بس التونة دي كبيرة اسمها المواسم ب5 ريال، 2 حبة ب5 ريال. ده على ما اعتقد دبس رمان، برضو في فاصوليا حمرا، انا بالفاصوليا الحمراء دي. وفي قسم شوكولاتات وشيبسي، في شيبسي وكراتيات 2 ب5 ريال، 3 ب5 ريال. في حاجات كويسة على فكرة، وفي علبة صلصة اللي هي لفة على بعضها دي بيبقى فيها 8 ب5 ريال برضو، 75 هللة. وفي هنا انواع التوابل، التلاتة حبة من العلب دي ب5 ريال برضو، في كركم، وفلفل اسود، وفلفل فلفل ابيض او كمون على ما اعتقد، 3 هنا بهارات، وفي بهارات مشكله، تشكلي 3 علب من دي ب5 ريال. وفي تونه،
الملح والزيت، وفي سكر برضو. السكر مش عارفة الاتنين حبة ب5 ليرة ولا، والله انا اتذكر يعني الزيت ده زيت طبخ، زيت طبخ 5 ريال، 4 حبة ب5 ريال. السكر، وفي سكر اللي هو باكيتات صغيرة كده، ده من 2 ب5 ريال، لكن الباكيتات ده 3 ب5 ريال، او ده ب2 ب5 ريال، على مش متذكرة. في قسم اللي دخلنا على قسم الأواني هو والحلل، حاجات المطبخ نفسها، الفويل ده كله موجود بأنواعه، مستطيل المدور، في علب الميكرويف وعلب التلاجة، في رقم 5 كمان، يعني علب كويسة رقم 5، مش اللي هي هنا. كل العلب الفويل اهي موجودة، في قسم كريمات، وقسم حاجات اكسسوارات العربية، السيارات، وحتى حاجات للسيارات جميلة جدا ب5 ريال، وحاجات مثلا زي الحنفيات، الحمام، مفاتيح، مفكات، كل ده ب5 ريال، دي قطع حافظات ب5 ريال. في كريمات جميلة جدا، فرش اسنان ومعجون اسنان ب5 ريال، وكريمات شعر حلوة جدا ب5 ريال، ودي برضو علب بلاستيك لو انت حابة تعبي اكل كده ب5 ريال، البنكات ب5 ريال. ما شاء الله عليه كبير جدا، يعني الواحد لو لفه هي عايز كده 2 3 يوم عشان يخلصه. البرطمانات دي كلها على 5 ريال، ودي علب، دي علب البهارات كلها، دي ما شاء الله علب البهارات كلها، برطمانات كبيرة للمخلل الإزاز، وفي بلاستيك، بلاستيك ب5 ريال، ودي برضو هنا اهي ازاز مية، وعلب ازاز الكاتشب والصوصات 4 ب5 ريال، من علب الصوصات والكاتشب. انا برضو برطمانات تخزين لو عايزة تخزني فيها بهارات، توابل، بتاع بقوليات، وفي هنا الاكواب المعيارية دي لو عايزة تعايري بيها لو انت بتعملي كده، دي القاعدة بتاع الانبوبة حلوة برضو ب5 ريال. دي برضو الستاند المعالق استانلس ب5 ريال، شيالات، مناديل. كمان قسم، قسم السيارات جميل جدا، قسم السيارات جميل جدا في المكان ده، يعني عايزه اكسسوارات اللي هي الجلده بتاع الدركسيون ده، بره بتتباع ب40 ريال، هنا ب50 ريال. في حاجات ما شاء الله تبارك الله، هنا بنبونيره كده، بنبونيره حاجات، هنا الرز بلبن والمهلبيه برضو 4 ب5 ريال، ونوعها كويس جدا، اشكالها جميله. وفي اللي هو زي البايركس، في هو زي البايركس، البايركس اللي هو البولات صغيره كده 3 ب5 ريال، وفي 2 بولة وسط ب2 ب5 ريال. ما شاء الله، يعني لو حد راح فيها هيستمتع وهيتبسط وهيستفاد، هيستفاد جدا. يعني جربوا قسم السيارات، هتلاقوا فيه يعني حاجات بتبقى ب40 ريال وب50 ريال، فيه ب5 ريال، دواسات، مشايات، ديكورات، زينة، ورود، فيه ورود برضو، بس انا للاسف ما صورتش قسم الورود. هنا كل البايركس والازاز هنا موجود ما شاء الله، والحاجات اللي هي المفكات والمفاتيح والترابيز بتاع الباب دي كلها هناك ب5 ريال، المنظفات، الصابون، في صابون جدا حلو يعني فظيع ب5 ريال، 4 حبة ب5 ريال. برضو في حاجات هنا زي الكنك ده، حلوة وتقيلة يعني مش خفيفة، ب5 ريال برضو الكنكة دي حلوة، لا هو لتسخين لبن لأي حاجة كده ب5 ريال. في كل انواع الاواني الفخاريه، مستدير، مستطيل، وفي ملامين، في صواني ملامين، وفي صيني كمان عليهم عروض، في اطباق على 4 حبة 3 حبة صغيره كده 5 ريال، 2 حبة، هنا في عروض اهو الاتنين مع بعض ب5 ريال، من الازاز ده الاتنين مع بعض ب5 ريال، 1 و1 بريالين.
هنا عند الاوتوم التوزيع، زي اوتوم التوزيع يعني، ممكن تاخدي بالحبة يعني، بدل ما تاخدي طقم توزيع شكلها زي ما انت عايزة. وهنا في زي ده بتاع صوصات، 8 صوصات او زيت، ممكن تحطي في زيت صوصات كده، معلقة الكبيرة اهي استلس، وفي ملامين برضو منها، وفي خشب، وفي سيليكون، في حاجات كده، ده زي جاروف كده للمكرونة الرز لو انت بتجيبي بالجملة، في كل المعالق الخشب اهي، قطعة توزيع خشب عشان الحلل الجرانيت والتيفال ما تتجرحش. وفي هنا السلال زي العياشات كده، او سلة الفاكهة، في من الخزف، كل انواع السلات بانواعها كلها، في شغل يدوي كده، وفي شغل تاني مختلف عن اليدوي. وفي ايه كمان تاني، نروح فين عند الحلل، في حلل ألمونيا ب5 ريال برضو. انا كل الالواح التقطيع دي منها عليها عرض 2 ب5، حاجات البلاستيك كلها، القطاعات هنا بقى، القطاعات كلها بانواعها، بتاع البسكوت وبتاع الدونات اشكال. وهنا في ميت بس برضه البرجر، وفي اللي هي الصواني السيليكون اللي هي تقل الكب كيك، في زي الكيس الحلواني ده للتزيين التورت والحلويات، 5 ريال برضه. انا صواني الكب كيك كلها باشكال والوان، وهنا برضو القطاعات والفرادات بتاع العجينة الصغيرة دي، كنت فردي بيها عجينة صغيرة بيتزا شي. وده التشكيل المعمول، ادوات تشكيل المعمول، والقطاعات دي برضو البلاستيك، القطاعات كتيرة اشكال والوان. وده برضو للدونت، في على شكل قلب، على شكل وردة، دي برضو قطعات نوع تاني، مثلث ودايرة. المعجنات للبسكوتات، ودي دي عصارة ليمون برضو او برتقان، في دي بتاع برتقان، وفي واحدة تانية بتاع ليمون، 5 ريال عصارة برتقان يدوية كده. في كمان قطعات الحلويات، لو انت هتقطعي حلويات شيلت الحلويات، هنا هو قطعة الحلويات، العصارة بتاعة الليمون، هنا القطعة بتاع العجين برضو، دي قطعي بيها العجين، الملقط ده، الملقط بتاعة الشوي ممكن، او بتاعة القلي وانت بتقلي كده تشيلي بيها الحاجة. في ده كنك برضو، كنك ألمونيا لا ده طاسة، طاسة ألمونيا 5 ريال بس خفيفة شوية. وفي اللي هي عيدان الشيش طاووق، وفي طاسة اللي هي زي كرانيت كده او التيفال شوية، في مقصات وسكاكين، سكاكين تغطية صغيرة، وفي مضرب دالوس كده اللي هو مضرب البيت، مضرب البيت اليدوي، سكاكين كتيرة بأشكالها وأنواعها، صغير وكبير. ودي حاجات كده بتاعة سفرة، حط عليها الحاجات الفرد الصغيرة يعني، أشكال وأنواع برضو كتير. ودي اللي هي الواحد تقطيع، في منها مدورة، في منها مستطيلة،
ليه لوح تعطيه فيه خشبي وفيه بلاستيك. هنا الصواني، صواني فيه تركي منها وفي بلاستيك، بس ده كله تركي على ما اظن. عليهم عرض التباس التقديم دي، عليها عرض الاتنين حبة ب5 ريال. لا الاتنين حبة ب5 ريال، 75 هرن. كل ده على 5 ريال. برضه صواني ملامين، صواني تقديم ملامين دي، في المشجر المورد السادة، هنا صواني ألمونيوم، صواني للخبز، يعني ممكن تخبزي فيها كيك. في هنا ده الخبز التوست، ده جميل، ده على فكرة جميل جدا، نوع كويس من خبز التوست، تعملي فيه انجليش كيك او اي طواجن. برضو في الصواني اللي هي بتتفتح، والصواني اللي هي المدوره دي برضو للكيك، تعملي فيها الكيك يكون شكله على شكل ورده كده، هي مصغرفه من تحت، صواني كتير منها اشكال والوان. وده للكب كيك، وفي مصافي برضو، كب كيك ده كويس جدا ب5 ريال. ودي مصافي، صواني للبيتزا، للبسبوسة، ودي برضو أشكال تانية للقطاعات، قطاعات البسكوت. وفي صواني برضو صواني ستانلس اهي، أو أطباق ستانلس كبيرة. دي حلة برضو، دي صنعة في مصر، حلة ألمنيوم صغيرة. ده كله حاجات ملامين كده، او سيراميك، زبديات سيراميك للشوربة، للسلطات، للحاجات دي، زبدية سيراميك. وده علب الفشار، لو تعملي فشار في البيت كده لأولادك وتفرحيهم، 6 حبة باين ب5 ريال. ايوه 6، حوالي 6 تقريبا. دي برضو زي زينة كده المطبخ اللي فاتت دي. هنا بقى رحنا قسم الكريمات، قسم الكريمات كتير جدا ما شاء الله، فاتيكا ودبراملا، وفي اشكال والوان، وفي مرطبات كلها دوف ونيفا وايفا، كله حاجات كتيرة ما شاء الله. هنا الكريم ده، الكريم ده جميل جدا للشعر على فكرة، عن تجربة جميل جدا. في منه ده سيلفا، لا في واحد تاني فوقيه اسمه دي باريس، او اسمه باريس، صنع في الامارات، جميل جدا، 5 ريال، اللي هو الكريم الأصفر ده زي البالمر زي كده. وفي كل الحاجات دي كلها ماسكات، في كمان ماسكات للبشرة، انت عايزة تعملي ماسك للوجه وكده. هنا في مرطبات، في حاجات بتاعت الشعر، فاتيكا ده بأنواعه كلها. هنا دي زي الصنفرة كده، حاجات صنفرة، ده غسول، هذا مرطب لفروة الراس، حاجات بجوز الهند برضو. وفي المعجون كله بأنواعه، يعني معجون كويس على فكرة مش وحش، في سيجنال وكلوجيت، وفي ايه تاني، كريست ده، ولا في انواع كتيرة. هنا ده برابنا زيوت برضو، في زيوت بكل انواعها. ده قسم المرطبات. هنا ده القسم ده اللي بشرب فيه البخور، البخور اللي هو بيتحط على الفحم، ده جميل، روائح يعني، رائعة منه. ده هنا فوق هنا اللي هو مكان الحلاقة بتاع الرجال، حق الرجال، بخور قسم كبير جدا يعني ما شاء الله، عينات وأشكال وألوان زي ما تحبي. ده برضو المرطبات،
والصنفرة وكده، حاجات الصنفرة وماسكات الوجه، وفي صبغات وفي حنة، حنة برضو في حنة، وفي المحلول اللي هي بتتعجن بيه، في حاجات جميلة بتاع الحنة. والصابون هنا برضو، الصابون في ديتول، وفي اللي هو معقم للايدين ده، الصابون اللي تغسلي بيه اليدين، وفي صابون اللي هو السائل. سينا الصابون ده قطع، الاربع قطع ب 5 ريال، 75 هلل. في صابون ده السافانا ده جميل جدا، في حاجات السيارات كلها هنا، اكسسوارات السيارات، كلها هنا. ده ب 4 ريال بره، هنا ب 5 ريال، اللي هي الاطار بتاع الدركسيون ده، انه كده جلد وجميل جدا يعني. بره فيه ب 4 ريال ب 5 ريال، هنا ب 5 ريال. حاجات السيارات رخيصة جدا وحلوة. كلها هنا حاجات خاصة بالسيارات، حاجات زينة، حاجات كده، وكمان حاجات تانية لتعديل السيارات، مش عارفة ايه بصراحة، انا مش عارفة في كتير. هنا حاجات خاصة بالنجارة برضو، انت عايزة تاخدي شاكوش للبيت هتخب وتعملي حاجة، في مناشير ب 5 ريال، في مفكات، في ترابيز، في القفل اللي هو بتاع الباب او الشنط برضو، في موازين الشنط برضو هناك ب 5 ريال. صفايات، في صفايات للحواض، وهنا بلاستر، في بلاستر برضو الابيض والشفاف، كل الاربعة حبة دول او 6 حبة ب 5 ريال. في كل انواع المفكات، في بطاريات صغيرة للريموت او للعب الاطفال كده، الحجارة يعني اللي هي الصغيرة دي. مفكات كبير وصغير، كل الأحجام. هنا كل حاجات البلاستيك، حبال الغسيل برضو، عايزة حبل البلكونة أو تعمليه زي منشر كده يعني. أو هنا كل البلاستر الشفاف والغامق والأبيض، كل ده بلاستر. وهنا المساحات حاجات حق التنظيف وكده يعني. وفي التوزيع، اللي هي حاجات التوزيع ديت منظمات يعني، في منظمات الحمام وكده، مفارش للمطبخ، لا الاكياس دي اللي هي اكياس حفظ الملابس، او اللي هي بتضغط دي، مش عارفة الواحد ولا الاتنين بخمسة، مش عارفة والله. بس هي دي بتاعت اللي بيحط فيها البطاطين، تحفظ فيها البطاطين، الهدوم، حاجات التنظيف كلها هنا. والبلاستيكات، حاجات اللي هي حفظ الكيك والحفاظات الكيك. في هنا كمان قدام دي منظمات التلاجة، دي 2 ب 5 ريال، عليهم عرض 2 ب 5 ريال. هنا عليها بالبلاستيك كلها، عليها برضو عرض، كان في عليهم عرض ال2 ب 5 ريال، بس المنظمات دي عليهم عرض 2 ب 5 ريال.
هنا محافظات التورتة أو الكيك برضو الواحدة ب5 ريال. هنا علب عيلة وهتحط فيها نواشف كحك حاجات زي كده. كل العلب البلاستيك دي بحجمها، في صغير وفي كبير، في حافظات طعام، علب تلاجة. دي فصاصة رمان، حط فيها الرمان كده بدل ما يروح منك حبة كده حبة كده. بينزل الحبوب بتاعة الرمان اللي جوه البذرة بتاعته تنزل في العلبة دي من تحت. جميلة برضو، عليها الطريقة ازاي تعملي فيها الرمان. في بقى رحنا عند قسم المواد الغذائية، هنا الشبورة والتوست، توست البني والأبيض، توست الأسمر والأبيض، وفي الشبورة، وفي شيبسي كاراتيه تسالي يعني. سناكس كلها هنا موجودة. في برضو في لب مكسرات، علب صغيرة كده يعني 2 ب5 ريال. في بسكوتات وكيكات. وحاجات برضو في معمول، برضو علب معمول. جات هنا الشوكولاتات اهي، زي تتباع برا زي اللي برا، بس هي هنا الصغيرة دي حجم صغير يعني. البسكوتات بكل انواعها، والكيكات اللي هي وهنا برضو الجيلي. كل ده برضو تبع المجمع ده ب5 ريال، 5 ريال 75 يعني. بس في حلقات بتبقى عليها عرض 2 مع بعض، علبتين كده. هنا الشوكولاتة تويكس وسنيكرز وكيت كات، كله على 5 ريال 75 هللة. في برضو زي ما ذكرت في الأول، في سكر وفي زيت، في مواد زي تاني مكرونة، صوصات، شطة، صلصات، في بسكوتات. هنا بسكوت ويفر بأنواعه. برضه اهو كل الأنواع والأشكال. في حاجات بتبقى لها عروض كده 3 أو 4 مع بعض، 5 ريال. في شيبسي البطل ده 2، لا شيبسي، شيبسي 2 ب5 ريال، 2 حبة ب5 ريال. وفي اللي هو زيكو ده 3 ب5 ريال، زيكو اللي هو زي كراتيه ده اللي هو 3 ب5 ريال. وفي هنا زي برونجلز، برونجلز حبة ب5 ريال او حبتين، ما على ما اعتقد مش متذكرة. هنا برضو ده عليه عرض 2 3 ب5 ريال. ده في من ده 2 ب5 ريال حسب يعني. في حاجات 2 ب5 ريال، لا كل ده اللي هو الزيك والحاجات دي 3 ب5. في كل الأطعم بالشطة وبالحراق، وفي بالجبنة، وفي بالكاتشب. ناقصة أنواع كتيرة، أنواع وأطعم مختلفة. 5 ريال 75 هللة، 2 حبة، لا ده 3 حبة منه أهو زي متكيسين كده مع بعض، 3 حبة ب5 ريال. لكن الشيبس 2 حبة ب5 ريال، شيبس العائلي ده. هنا
ان شاء الله تبارك الله، حاجات جميلة. واحد يعني يروح يشتري حاجات كل حاجة تحت في مكان واحد، ده تبقى يعني مريحة. وعايزة تشتري حاجات غذائية، تشتري شيبسي، شيبسيات، شوكولاتات، حاجات البيت كلها موجودة. وفي كمان حاجات اللي هي المياه الغازية زي البيبسي والحاجات، بس دي أنواع تانية مش بيبسي، يعني 2 بـ5 ريال، في منها أطعمة مختلفة برضو. وفي الجيلي والمارشميلو. اللي هي الكيس الصغيرة، في منه كيس صغيرة 3 بـ5 ريال، لكن ده 2 بـ5 ريال. حاجات هي مارشميلو، شيبسي، جيلي، سوري، مارشميلو، جيلي، و مش متذكرة ايه تاني هناك، ده مش بس. في الشهر ده 3 بـ5 ريال. في كمان قسم دور تاني انا صورته لكم في فيديو تاني. الدور التاني ده كله العاب، و في سلم كده بيطلع عليه العاب وملابس نسائية وملابس رجالية وملابس اطفال وحاجات فوق يعني تبع الدراسة، يعني اللي هي الدفاتر، كلات، حصالات، ألعاب أطفال، ألعاب أطفال أولاد أو بنات، في تكيات بـ5 ريال، مشايات، كل ده كنت مصوراه في فيديو تاني. أتمنى إن شاء الله تستفادوا كده، والجولة دي تعجبكم وتستفادوا من المكان اللي أنا حبيت زي ما أنا استفدت منه، انتوا تستفيدوا منه. وأعرفهولكم الناس اللي لسه جديدة في المدينة وكده متعرفش المكان، حبيت أعرفهم بالمكان ده يعني. في اندومي برضو، اندومي والحاجات دي كلها موجودة. ده الفيديو التاني انا حطيته معاه اللي هو بتاع الدور التاني، اذا حب يعني حب يشوف الفيديو كله مع بعض. سيبكم معاه بقى كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.